نيجي الحاجة الثانية اللي هو الاستنسايد. النقط القديم كان الاستنسايد عندنا أو الأسئلة مجرد أسئلة عادية خالص، مجموعة الأسئلة والإجابة بتاعتها الشكل اللي قلته غيرنا بس في نمط الأسئلة. نمط الأسئلة كان عبارة عن أسئلة ويز فيدباك، يعني كان معاها تغذية رافعة أو زي هنت كده بيدل على الإجابة تاني. لما عرضناها على الطلبة لأن هي أفضل بكتير الصراحة. طبعا يعني في ناس كتير من اللي قاعدين ما خدوش بالهم يعني إيه فيدباك على السؤال. يعني ممكن أضرب مثال بسيط كده، مثلا لو قلنا إن أي من الدول العربية مثلا أكثر إنتاجا للنفط، السعودية، مصر، السودان، وفي مثلا حد الإجابة المفروض إحنا نختار واحدة من ثلاثة، واحد جاوب مثلا مصر أو جاوب مثلا جاوب مصر، ممكن إن إحنا نقول له إن 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 مصر مش أكثر إنتاجا للنفط، بس مثلا عندها مخزون مثلا أكثر من السودان، يبقى إحنا إدينا له هنت أو تحديد إن مصر مش هي أكثر دولة، بس إن هي مثلا عندها مخزون أكثر من دولة تانية. ممكن يجاوب السعودية، ممكن مثلا نقول له الإجابة غلط برضه، ونقول له الإجابة الصحيحة إن السعودية مثلا إنتاجها مش أكثر، ممكن السودان يكون إنتاجها أكثر بس المخزون بتاع السعودية أكثر وهكذا. تمام؟ دي كانت تلميحات الإجابة اللي أنا أقصدها اللي اتحولت لـ LO وما كانتش موجودة معانا في النظام القديم. زي ما الصورة بتوضح، الصورة بتوضح الشكل الأولاني هو نمط السؤال عادي، وهنا بتوضح نمط السؤال مع الهند أو الفيدباك. فاكتريت الفاكتريت كانت معانا موجودة في الـ LO بشكل ستيف. الفيدباك وحدات صغيرة كده، الوحدات دي زي باكج كده نقدر ان احنا ندخل عليها لوحدها فرعي، وان احنا نقدر ان احنا يعني نتعلم منها بشكل منفصل. قبل كده في الموديولز كنا بنضطر ان احنا ندخل على الوحدة كلها ونتصفح الدروس كلها علشان نوصل لايه للهدف اللي احنا عايزينه، او لازم ان احنا نذاكر الوحدة كلها عشان نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها. انما في نظام الستيبس كان نظام الستيبس كل ستيب منفصل عن الثانية، كانت بتسهل معانا ان احنا نتجول في المقرر او في الجزئية اللي احنا عايزينها بالاخص، مش شرط ان احنا ندخل على المقرر كله. ده كان شكل المقرر الاولاني. كان في عندنا الشكل التاني تقريبا مش واضح او في الباوربوينت، بس هو ده كان شكله ان هو زي ما انتم شايفين كده، وده شكل الستيب اللي هو في الالوان. هنيجي لسبب حاجه معانا، اللي هي الموديل. الرفع من خلال الموديل زي ما احنا قلنا برضو في النقطه اللي قبل كده، الموديل ده هو نظام اداره المحتوى اللي عندنا اللي احنا بنقدر ان احنا ندخل عليه ونجيب من عليه السورس او الداتا بتاعتنا اللي احنا بنتعلمها. الموديل دوت لما كنا بنرفع عليه النظام القديم كان بيبقى موجود عليه المقرر كباكج، كل يونت باكج لوحدها كده ونصفحها ولازم ندخل عليها ونشوف كل المحتويات. انما في النظام اللي هو بيبقى معانا كل ستيب منفصله، ممكن الدرس الواحد يبقى 7 ستيب، 6 ستيب، 5 ستيب بشكل منفصل وندخل على كل ستيب لوحدها. طبعا الشكل ده بيكون اطول شويه، اطول النظام اللي هو بيكون اطول في العرض، بس بيكون افضل تقريبا لما اتعرض بعد كده على الطلبه بان ان هو افضل في التعلم. ده المثال الاولاني بيوضح النظام القديم، ودوت بيوضح النظام اللي هو الايه؟ الـ LO. نيجي للمقارنه ما بين المقررين. احنا زمان كنا بنشتغل بالمقرر اللي هو الموديولز، كنا بنشتغل بالدريم ويفر. الدريم ويفر ده برنامج بينتج صفحات HTML. كان المخرج بتاعنا فيديوز فيديولات هي الباكج اللي احنا كنا بنتكلم عليها. كانت المالتي ميديا قليله قوي، اكثر النصوص كانت اكثر، لان احنا مثلا لو دخلنا على اي سلايد دلوقتي وشفناه وشفنا في الصور، هو ده النظام تقريبا اللي احنا شغالين بيه، ان
زي مثلا الجورنال كده ندخل ونلاقي صوره ونلاقي تحتها مثلا معلومات وهكذا، كان التكست اكبر بكتير من الـ من الـ من المالتيميديا اللي موجوده، كانت اقل. فدي كانت مشكله برضه. جينا بقى في ال ال او في القرن الجديد، احنا بنكتب المقارنه ده بنتكلم كل سلاب او برنامج انتاج تاني خالص غير الدريمويفر على شكل ال او اللي هو زي ما اتكلمت في النقطه اللي قبل كده. كل ال او بيبقى لوحده مستقل لوحده، ملوش دعوه بالتانيين. كل سياسه المالتي ميديا زودنا عدد المالتي ميديا اللي موجود في الـ في كل ال او دي، بحيث ان كل شريحه كمان كنت بتكلم في الاول تحتوي على وسائط متعدده، كل شريحه لازم يكون فيها وسيط متعدد غير الطريقه الثانيه اللي انا كنت بقول عليها ان احنا بنتصفح التكست كان بيبقى اكتر. طبعا هنا مع اضافه المالتي ميديا يعني في مالتي ميديا ثابته زي الصوت مثلا لازم يكون موجود معاها كل الشرايح، بتضفي يعني طابع يعني مميز جدا بالنسبه للطلبه. بالاضافه طبعا للاسئله اللي انا اتكلمت عليها من شويه اللي هي فيها الفيدباك. نيجي للاخر الكوشنير او الاستبيان. بعد ما طبقنا نظامين عملنا استبيان للطلبه وجبنا مجموعه من الطلبه في الكيمياء برضه، طلبه يعني مقرر ده كان بيدرس عليهم، ودخلناهم على وعملنا سنتين كده ما بين المقررين للطلبه وخليناهم يشوفوا الاثنين. العشرة يشوفوا المقرر الاولاني ويشوفوا المقرر الثاني. كانت نسبه الاستبيان معانا ان عدد الطلبه اللي زي ما انتم شايفين كده اللي درسوا نظام ال او فضلوه بكتير قوي على نظام الموديولز او الاديوكيشنال منهم. قالوا ان هي يعني دافعيه اكتر، في الوساطه المتعدده بتنمي الانتراكت ما بين الطالب وبين المقرر اكتر يعني. وده كان واضح من الاستبيان اللي هم عملوه ان بكل المقاييس كان النظام الحديث اللي هو ال او افضل بكتير من النظام السابق اللي هو الميدوز. بكده تقريبا بنكون انتهينا. لو في اسئله مفيش مشكله. شكرا جزيلا. افتح الباب للاسئله. Thank you.